في مزرعة الدواجن هذه يتم فرز الصيصان ويجري التخلص من الذكور بقتلها مباشرة، وذلك لأن الإناث تحقق أرباحاً أكبر من الديوك سواء بسبب اللحم أو البيض. هذه المزرعة في ولاية بادن-فيرتمباغ تنتج 10 صيصان الذكور لمزارع الدجاج العضوية. صاحب معمل التفريخ يرى أن قرار محكمة مينستر صحيح، إذ أن منع ذلك سيكون له عواقب. عندما يتم منع ذلك سوف تنتقل معامل التفريخ إلى ولايات أخرى وإلى دول الجوار كهولندا وبولندا وتشيك. هذه المزرعة في ولاية ساكسونيا السفلى ابتكرت حلاً بموجبه لا يشتري صاحب المزرعة إلا ذكر وأنثى الدجاج معاً، لكن ذلك ليس له جدوى اقتصادي بسبب ما يستهلكه ذكور الصيصان من علف. بالمقابل يتم الترويج لذلك في محلات البيع ويطلب أسعاراً أعلى من أسعار البيض العضوي العادي وثلاثة أضعاف سعر البيض من المزارع الكلاسيكية الضخمة.